اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم كبير كابتن احمد صديق. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. كله تمام يا كابتن احمد؟ ايه؟ خير والله الحمد لله. كله كويس؟ حافظ على نفسك انت والدنيا تمام؟ شويه هنعمل ايه يا كابتن؟ انت عارف غصب عني. تلعب شويه كوره ولا لسه؟ والله بقالي كتير ما لعبتش، لكن انت عارف عشان الشغل بتاعنا طبعا بيبقى مهم جدا تحافظ على لياقتك البدنيه، تفضل محافظ على نفسك والشكل العام برضه. بتعمل حاجه اليومين دول ولا لسه؟ لا لسه شويه كده، لسه في اكتر من حاجه كده، لكن ربنا يسهل. انا عارف ان انت عايز تروح لوحدك دلوقتي، او يعني تبقى يعني الامور افضل، يعني مش عايز اقول عايز، لان طبعا انا مرتبط باسم كبير زي كابتن حسام البدري طبعا. وده شرف كبير جدا لي انا مرتبط باسم كابتن حسام، لكن يعني ما اقدرش انكر بيجي اكتر من حاجه الفتره دي فعلا. بس لسه مش قادر اخد القرار، يعني مش يعني الموضوع. شفت مباراه الحرس النهارده وسبورتنج؟ طبعا وطبعا كويس حضرتك بتتكلم في كده، بنبارك طبعا نادي حرس الحدود طبعا. مجلس اداره وجماهير، وطبعا على راس القياده الفنيه محمد مكي، ودي السنه الثانيه على التوالي طبعا. صحيح، ببارك له، هو يستاهل كل خير، ودي بتدينا دفعه كويسه يا كابتن اسلام. يعني حتى للجيل بتاعنا احنا، مكي عامل شغل هايل طبعا، ودي بتدي دفعه كويسه لينا، بتدي ثقه للناس في الجيل اللي يعني لما يبقى مكي، وقبل كده احمد عبد الرؤوف، وحتى امير عزمي كان ماشي كويس جدا، وفي اسماء تانية كتير، كل دي بتخلي الناس عندها ثقه في الجيل اللي موجود ده يعني. صحيح، فببارك لمكي ولجهازه تقريبا احمد زهران وعاصم وكل الناس واللعيبه كلها، لانه مستحق. يمكن احنا وحضرتك برضو كنت موجود في نادي حرس الحدود، وانا كان ليا الشرف برضو ان انا لعبت موسمين في حرس الحدود، منهم سنه الصعود مع كابتن سامي قمصان، من الانديه المحترمه جدا جدا جدا. فنتمنى بس ان شاء الله الاستمراريه في الدوري الممتاز ان شاء الله. الماتش النهارده ما بين سبورتنج وحرس الحدود راح وجي وراح وجي، ولكن في النهايه يعني حتى يمكن في اخر دقيقه كانت الدنيا دي صعبه. دي حقيقه، وللامانه انا سعيد جدا باداء سبورتنج هايلين، يعني انا سعيد فاروق جدا برضو عامل شغل هايل يعني الامانه، يعني اسم بعيد شويه بالنسبه لنا او بالنسبه للاسكندرانيه، عارفين احمد كويس طبعا، لان انا بتكلم كنادي سبورتنج يعني بعيد عن المنافسه بقاله كتير جدا، فانه يبقى متواجد يصعد للترقي وبعد كده ينافس بقوه لحد اخر، مش اخر مباراه، لحد اخر دقيقه. يمكن تقريبا النهارده لو كان قدر يحقق الفوز كان هو اللي صعد. صح، فدي حاجه كويسه، نتمنى برضو الاستمراريه ليهم. نتمنى يبقى في فرق كتير كده يا كابتن اسلام، وتقريبا برضه نادي سبورتنج من الانديه الجماهيريه في اسكندريه، صح كده ولا؟ سبورتنج اكثر يعني اجتماعي يعني بس بقصد اسم يعني برضه مجتمع يعني من على نفسه، بس اقصد نادي سبورتنج حتى كنادي اجتماعي ليه اسم يعني كبير يعني. طبعا اسمه كبير، دي حاجه كويسه جدا. مره ثانيه وثالثه بنبارك لمكي، وانا سعيد جدا جدا بصعوده للمره الثانيه. الدوري العام السنه الجايه في وجود المحله وايضا حرس الحدود والفريق الثالث اعتقد وادي دجله. لا وادي دجله ما صعدش، صح؟ البتروجيت صح، ده البتروجيت صعد من بدري قوي، فعشان كده فعشان كده الواحد نسي بتروجيت و المحله وايضا حرس الحدود. اعتقد هذا الثلاثي كان متواجد قبل كده، فعارفين الدوري العام الممتاز هيبقى عامل ازاي. طبعا ثلاث اسماء من الاسماء الكبيره جدا، نتكلم على بدايه من غزل المحله، نادي من الانديه الجماهيريه الكبيره جدا جدا، والنادي الجماهيري وعلى طول كانت بتبقى ماتشاتهم صعبه جدا بالنسبه لنا يعني. حتى ملعب غزل المحله صحيح. يا رب بس ان شاء الله يقدروا يعملوا فرقه مع احمد عيد، طبعا بنبارك لاحمد عيد برضو على الصعود، يعني متاخره شويه لكن بنبارك له على الصعود، واتمنى ان هم يقدروا يعملوا فرقه. سيد عيد، كابتن سيد عيد، كابتن سيد عيد في بتروجيت، وعلى طول بنتكلم على غزل المحله يعني. فنتمنى ان غزل المحله نرجع نشوفه زي الايام السنين اللي فاتت لما احنا كنا متواجدين، لانه من الانديه الجماهيريه المهمه جدا جدا جدا. وكابتن سيد عيد طبعا في بتروجيت، وللامانه كانوا عاملين فرق كبير جدا يعني. لا بتروجيت صعد من نص يعني عاملين فرق كبير جدا يعني جدا من بدايه الموسم يعني. فبنبارك طبعا لنادي بتروجيت، تبقى عوده حميده يا رب ان شاء الله. طبعا حضرتك تقريبا برضو كان ليك التواجد قبل كده مع بتروجيت. انا ما بحبش اسكت، ما بحبش ان انا اقول ان انا لعبت يعني برضو، فاقصد يعني صعبين قوي صراحه. بس برضو تقول انه من الفرق ومن الشركات المحترمه حقيقي طبعا، شركه محترمه وكبيره جدا. نتمنى برضو ان شاء الله كل دي بيدي قوه للدوري الممتاز الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله. طيب اغلقنا ملف القمه وفوز النادي الاهلي، وثلاثه نقاط بتضاف لرصيد النادي الاهلي 42-45، وبالتالي تم اغلاق هذا الملف. ونبص بقى على مباراه فاركو، وده السؤال المهم بالنسبه لي، انه مباراه فاركو مباراه ما اعرفش ليه الناس شايفه ان هي مباراه سهله، مع ان انا بشوف ان مثل هذه المباريات اصعب كتير جدا جدا من مباريات لفرق بتلعب في منتصف الجدول فقط. وجهه نظري يعني. طبعا اكيد، يمكن بدايه يعني مش عارف نقول ايه، بس مبروك طبعا 3 بونت النادي الاهلي، مباراه القمه اللي ما اتلعبتش، لكن بالنسبه لنا 3 بونت مهمين جدا في صراع المنافسه مع بيراميدز.
مباراه من ضمن المباريات المؤجله اللي انت يعتبر حسمتها بثلاثه بونت مهمين جدا. بالنسبه لمباراه فاركو انا مش شايف ان في مباراه سهله، والدليل مباراه الداخليه انت يعني سبت المباراه وانت متعادل بعد كده ترجع للمباراه، فما فيش مباراه سهله، خصوصا ان احنا لو هتتكلم باعتبار ان كل المباريات دي من الدور الثاني ما فيش مباراه سهله في الدور الثاني. وللامانه ان فاركو بيأدي بشكل كويس جدا مع احمد خطاب، حتى النتائج اتحسنت بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام في المباراه. صحيح، لكن على فكره قبل الماتش الاخراني ده بيعملوا ماتشات كويسه بس بيتغلبوا او بيتعادلوا. لا وكان بيكسبوا، يمكن لما يكسبوا كمان الاتحاد، وده بيبقى برضه شبه انه ديربي شويه يا كابتن اسلام في اسكندريه. صح. فاركو والاتحاد، فدي اكيد هتديهم ثقه كبيره جدا لفاركو. ولكن الاهم من ده كله كابتن اسلام، انت محتاج الثلاثه بونت. انت كنادي الاهلي مش مهم انت بتلعب مين طبعا. انت كل ماتشاتك بالنسبه لي وخصوصا المباراه المؤجله انا شايفها انها مباراه كاس، لان انت عندك فرق بنقط بينك وبين بيراميدز في صراع البطوله اللي هو شبه بقى محسوم بين الاهلي وبيراميدز. انت محتاج تحقق العلامه الكامله في كل المباريات لحد ما تلعب بيراميدز في المباراتين. صحيح، فاكيد مباراه فاركو مهمه، كل المباريات مهمه جدا جدا في صراع البطوله. يعني فاركو دائما من الفرق اللي بتعتمد على ان هي تقفل بشكل كويس وتعتمد على الهجمات المرتده. كيف يستطيع النادي الاهلي ايقاف هذه الخطوره، وكيف يلعب النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ انا بشوف ان فاركو جيدين جدا في التحول الهجومي. دي حقيقه، يمكن حتى الهدف اللي حرزوه في مباراه الاتحاد يمكن هدف من الاهداف الجميله في الدوري لهذا الموسم. اكيد هو من خطا دفاعي وخطا من مهدي سليمان حارس مرمى نادي الاتحاد. لكن يعتبر هدف من الاهداف المميزه جدا جدا اللي ممكن تنافس بقوه على انه من افضل الاهداف. لكن هو لعيبه فاركو بشكل عام يا كابتن اسلام، يعني لعيبه فاركو بشكل عام يا كابتن اسلام مع احترامي الكامل، لكن هم عشان هم بالنسبه لهم يعني النتائج ما كانتش مساعداهم في بدايه الموسم، فدلوقتي بيلعبوا بتحفظ كبير جدا في النواحي الدفاعيه وبيعتمدوا بشكل كبير قوي على الهجمه المرتده. واغلب الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب بنفس الشكل يعني. صحيح. مهم جدا النادي الاهلي بكره أو وده الطبيعي ان النادي الاهلي يبدا ضاغط، لانه يوم الجمعه يعني يبدا ضاغط، لان هدف مبكر هيحل كل الامور دي يا كابتن اسلام. صحيح. خصوصا مع الفرق اللي بتعمل تكتلات دفاعيه. وانا شايف ان الاهلي محتاج 3 بونت، فاكيد مستر كولر بيلعب بشكل متوازن بشكل كبير جدا، لكن الهدف هو يبقى 3 بونت. يعني اللي مطلوب من النادي الاهلي زي ما انت قلت الثلاثه نقاط، يعني انا بشوف ان بغض النظر، ما اعرفش برضو رايك في هذا الامر، ولكن بغض النظر عن المهارات وعن التكتكس وعن، انا وجهه نظري الثلاث نقاط هي الاهم. طبعا طبعا، يعني في الصراع اللي متواجد بشكل كبير جدا بين الاهلي وبيراميدز على البطوله، مع كمان صعوبه الناس بتستسهل يا كابتن اسلام انك مثلا تقول بيراميدز مثلا فارق ب 10 بونت وانت عندك 5 مباريات مؤجلين، بالعكس دي حاجه صعبه جدا، ودي بتعمل ضغط كبير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، لان انت مطالب ان انت عشان تعوض الفرق تكسب كل المباريات المؤجله. صحيح. فدي حاجه مش سهله، يعني انا بشوف ناس في الشارع بتتكلم ما احنا عندنا 6 مباريات مؤجلين، لا الموضوع مش سهل. صح. الموضوع صعب جدا، لان انت الست مباريات دول الفريق المنافس بالنسبه لك هو كسبهم، فخلاص عمل الفرق وهو مرتاح، لكن انت محتاج تكسب الست مباريات دول عشان تقرب الفرق لحد ما عندك مباراتين مع بيراميدز بشكل كبير جدا، ومن وجهه نظري هم ممكن يحسموا بطوله الدوري يعني. المباراتين بتاع بيراميدز يعني انه بيراميدز، انا بشوف ان يجب ان انت تاخد كل مباراه لوحدها على حده. طبعا، ما انا عشان كده بقول لك يا كابتن، انت محتاج تحقق تكسب الست مباريات المؤجلين الاول، هم 6 تقريبا مظبوط كده ولا 3 في 6 ب 18. صح. 18 بونت، هتبقى انت فارق تبقى انت فارق ببونت لو كسبت الست مباريات، وبعد كده هتلاعب بيراميدز مباراتين، المباراتين دول هيبقوا ب 12 بونت مش ب 6 بونت بس، فهيبقى مهم جدا. لكن انت اكيد مباراتين ب 6 يعني ما انت بتتكلم المباراه ب 6 بونت يعني، لان هم بنسبه كبيره جدا هيفرقوا في شكل الدوري. لكن اكيد الجهاز الفني واللاعبين بيركزوا وبياخدوا كل مباراه بمباراتها، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. صحيح. والا مش متعود انه بيلعب في كل البطولات، بيجي بيفصل بيلعب في افريقيا فبيركز في افريقيا، خلص افريقيا في نفس اليوم او تاني يوم بيقفل صفحه افريقيا وركز في دوري، خلص دوري لو عنده كاس بنفس الكلام يعني. فاكيد بالمناسبه تقييمك ايه لمشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام مثلا؟ انا شايف الامور ماشيه بشكل طيب جدا. انت دلوقتي لو كسبت هتبقى اول دوري، لو كسبت المباريات المؤجله صح هتبقى اول دوري. يمكن في تعادل او هزه كده حصلت في بدايه الموسم تقريبا، تعادل او اثنين، لكن مع ذلك الحمد لله انت الدنيا مشيت. طبعا، وانت بمكسبك ان شاء الله المباريات المؤجله دي هتبقى اول دوري يعني. فانا شايف الامور ماشيه بشكلها الطبيعي او بالشكل الطبيعي للنادي الاهلي، انه عايز يحقق الموسم الثاني على التوالي في بطوله الدوري. تقييمك بقى الفني لفريق فاركو؟ انا شايفه من فرقه جيده، وشايف على الرغم من مركزه. طبعا، وهقولها لك بشكل اوضح شويه يا كابتن اسلام. انا شايف ان هم مع احمد خطاب بقى بيلعبوا بواقعيه اكتر، بمعنى في مدربين يا كابتن اسلام
وحضرتك اكيد اشتغلت كتير او لعبت كتير مع المدربين دول، بيلعب بطوله الدوري وبيلعب الماتشات كلها واحد، بمعنى انا النهارده ما عنديش مشكله اكسب اخسر اتعادل، غير ان في مدربين تانية كده بتحترم اولا فرقتها بشكل كبير جدا، بتحترم امكانيات فرقتها، انا عارف فرقتي وحدود امكانيات فرقتي، فببقى عارف انا محتاج ايه من المباراه دي، في مباراه ما عنديش مشكله ان انا اطلع متعادل، فدي حاجه تحترم في اي مدير فني يفكر كده. فانا شايف ان دي من الميزات اللي احمد خطاب بيشتغل عليها او المدير الفني لنادي فاركو بيشتغل عليها الفتره الاخيره، انه عارف امكانيات فرقته، عارف هو محتاج ايه من كل مباراه، في مباراه عنده البونت مهم جدا فبياخد البونت، في مباراه عنده مهم قوي ان ناخد 3 بونت، فده اللي بيحصل. فانا شايف ان هم بقى بيلعبوا بواقعيه بشكل كبير جدا، بيلعبوا على قد حدود امكانياتهم، بدا يبقى عندهم ثقه لان هم الفترات الاخيره بدا يكسبوا ماتشات كمان، بدا يبقى في تعادلات، بدا يبقى في مكسب، وبداوا يتحطوا بشكل مش وحش في الدوري يعني مقارنه بالبدايه اللي ما كانتش كويسه اللي كانوا بادئين بيها، وعندهم اكتر من 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 عنصر مهم وعنده خبرات يعني كمان. يعني في اسماء مهمه طبعا، فاركو شكري طبعًا نجيب اعتقد طبعا في شكري نجيب وعمرو جمال ومحمد فخري يعني عندهم البكريت المحترف لعيب كويس اللي هو لعيب غينيا صح كده، برضو من اللعيبه المميزه جدا، انا شايفهم اللعيبه يعني الاسماء اللي موجوده برضو في فاركو تخليك تبقى يعني متلخبط شويه لما تلاقي المركز بتاعهم عدد النقاط 25 نقطه يعني. هم فرق معاهم يا كابتن اسلام انهم قعدوا موسمين تقريبا القيد كان موقوف ليهم، فدي الامانه فرقت معاهم جدا، لان اللي الواحد بيسمعه عن نادي فاركو ومجلس ادارته ان هم ما عندهمش مشكله خالص في المصاريف او في الميزانيه، يعني تقريبا بتبقى ميزانيتهم كويسه، لكن فرق معاهم كتير جدا الايقاف، الايقاف الكيد سنتين او ده تقريبا 3 سنين تقريبا صح، 3 ولا 2 دي الثالثه يعني، فدي برضو حاجه كبيره جدا اثرت عليهم بشكل كبير جدا، مع انه غيروا اكتر من جهاز فني في بدايه الموسم، ودي من الحاجات برضو اللي من وجهه نظري ما بتبقاش كويس. كابتن احمد خطاب برضو اسم ليس يعني كان مساعد المدرب في الفتره الاخيره، حضرتك عارف انه كان اساسا حارس مرمى مش حارس مرمى يعني خطابة. فدي برضو دي يعني دي حاجه قليله جدا بالنسبه لنا حتى في الدوري المصري، واشتغل مع اكتر من جهاز لحد ما جاء الوقت انه خد الفرصه، وانا شايف انه بيأدي فيها بشكل كويس. طيب انا لسه كنت هسألك، هل يستطيع احمد خطاب الوقوف امام ترسانه النادي الاهلي من كل هؤلاء اللاعبين ومارسيل كولر؟ من وجهه نظري لو النادي الاهلي ولاعيبته مركزين واحترموا فرقه فاركو او اي فرقه، يعني مع احترامي الكامل لكل الفرق الدوري، بيبقى صعب جدا فرقه تقف قدام النادي الاهلي، يعني ده مع احترامي الكامل يعني، بس دي الحقيقه. طيب. لكن في الاول والاخر برضه التوفيق بيفرق كتير جدا، وتركيز اللعيبه بيفرق بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام. صحيح. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وهذا الصراع الرياضي ما بين مارسيل كولر واحمد خطاب، ولكن بعد هذا الفاصل نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يا احمد، اهم ما يميز النادي الاهلي خلال هذه الفتره عدد كبير من اللاعبين موجود في السكواد بتاع النادي الاهلي، 30 32 لعيب بالناشئين، ولكن التدوير واجب في مثل هذه التوقيتات. هو الامانه من اكتر الحاجات اللي فارقه مع لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسلام، واللي فارقه بشكل كبير جدا في النتائج، هو الروتيشن اللي بيعمله مستر كولر من يوم ما جه. يعني انا شايف، يمكن فاكر ان انا كلمت مع حضرتك اكتر من مره في الموضوع ده، ان شايف من اكتر الاجابات اللي بتحصل في فريق النادي الاهلي الروتيشن او التدوير او التغييرات اللي بيعملها مثلا كولر في التشكيلات كل مباراه، لان انت بتقابل ضغط كبير جدا جدا. مفيش حد يقدر يستحمله الا لو عندك سكوات او عندك قايمه تقدر تستحمل الضغط ده. والاهم من ده كله يا كابتن اسلام، ان انت كفريق النادي الاهلي وصلت لمرحله ان مش عندك مشكله النهارده انك كل مباراه تغير 3-4 لعيبه او 5-6 لعيبه، الاداء بنسبه كبيره بيبقى ثابت، النتائج بشكل كبير بتتحقق زي ما انت عايز. فدي من اكتر الاجابات اللي موجوده، ان مستر كولر بيقدر يعمل روتيشن بشكل كويس قوي، كل اللعيبه جاهزه، ودي من الامانه يعني، دي الامانه من اكتر الحاجات اللي مهمه جدا في كل الفرق الكبيره، انك مش عندك مشكله النهارده عندك غياب في 2 في 3 لعيبه، او حتى كل لعيبه جاهزه، لكن انت بتقدر تريح اللعيبه دي النهارده للمباراه اللي بعد كده. ودي فرصه برضو خلي بالك للعيبه اللي انت بتتكلم عنهم اللي ما بيلعبوش كتير. طبعا طبعا، لكن احنا يعني انا شايف ان النادي الاهلي ما تقدرش تقول غير يمكن 3-4 لعيبه هم تقول ما بيلعبوش كتير، لكن في المقابل عندك لو القايمه مثلا 30 لعيب، عندك مش اقل من 25 لعيب بيشاركوا بشكل شبه مستمر. في الاغلب كل الفرق او اغلب المدربين بيعتمدوا على 15 لعيب 16 لعيب، لكن انت الفتره من وقت وجود مستر كولر، لا انا شايف انه بيعتمد على لعيبه، على عدد كبير جدا من اللعيبه اللي موجوده معاه، ودي من اكتر الاسباب اللي مخلينا النادي الاهلي يقدر يعني يشتغل في كل البطولات اللي بيشارك فيها بشكل كويس. هل الاهلي قدر ان هو يعني في الفتره اللي فاتت يحضر بشكل جيد بعد الغاء مباراه الزمالك وانسحابه؟ اكيد
لان زي ما بنتكلم ان النادي الاهلي عنده هدف، عنده هدف انه يقدر او انه مهم جدا بالنسبه له انه يحقق الفوز او المكسب في كل المباريات المؤجله. عارف ان في فرق بنقط بينه وبين بيراميدز اللي هو متصدر دلوقتي، فمحتاج بشكل كبير جدا ايا كان المنافس، يعني مع احترام كام نادي الزمالك او اللي فاركه او او او، هو عنده هدف واحد انه لازم يحقق العلامه الكامله. صحيح. من كل المباريات المؤجله، لان نادي بيراميدز عامل ضغط بشكل كبير انه بيكسب بشكل كويس قوي، تقريبا 11 مباراه و12 مباراه على التوالي فوز، فده رقم برضو كبير، يعني ده رقم كبير في الدوري لاي فرقه، خصوصا ان بيراميدز كنا متعودين انه بيكسب 3 4 مباريات ويقع مباراه، لكن 12 مباراه و13 مباراه على التوالي، فاكيد دي مخليه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني مركز بشكل كبير جدا. يعني ابرز التحديات المحليه والافريقيه بقى خلال الفتره القادمه من وجهه نظرك اللي بتقابل النادي الاهلي؟ انا شايف ان اهمهم دلوقتي حاليا هو بطوله الدوري. حتى مفيش راحه، ده انت يا دوبك. ما هو ده اللي بتكلم فيها يا كابتن اسلام، انت يعني بجد، والناس بتزعل وتقول مؤجلات، هتلعب فين طيب؟ يعني هتروح فين؟ يعني طب ما تبص ان الاهلي حتى مؤجلاته دي بيضطر يلعبها تقريبا كل 3 ايام او كل 4 ايام مباراه، هو ده مش ضغط؟ انت بتبص انه متاجل له متاجل له زعلان. دي ازمه كبيره بالمناسبه، ده يا كابتن مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا للعيبه، مشكله كبيره جدا لجهاز فني. انت بتلعب كل 3 او كل 4 مباريات، المباراه دي صعبه جدا جدا. طب ما في المقابل الفرقه الثانيه اللي مش متاجل لها مباراه كل اسبوع كل 10 ايام بتلعب مباراه، فبالعكس انت بتبقى مرتاح اكتر. لكن انا شايف ان ده ضغط كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني. عندك بعض الاصابات، كيف يمكن التغلب على هذه الغيابات وهذه الاصابات؟ يمكن يعني من اكبر الاصابات الكبيره شويه اللي هي مثلا علي معلول، دي من اكبر الاصابات المؤثره شويه، لكن الغيابات الثانيه بيتهيألي مثلا كان بيعرف يتعامل بشكل كويس. يعني لو حتى عمر كمال مش موجود تقريبا، ممكن كريم فؤاد يشتغل في ناحيه الشمال، في ناحيه الشمال بشكل كويس ويشتغل فيها. كريم يشتغل سواء دفاعيا او هجوميا، لانه في ناس تقول لك ايه يعني كريم يقدر يدافع بشكل كويس. لا هو لا، ما اشتغلها كويس حتى في نهائي امام الترجي اداها بشكل كويس جدا. يعني يعني انا شايف ان الحمد لله مع التوفيق ان النادي الاهلي او مستر كولر ما عندوش مشكله في التشكيل مين يلعب ومين. انا يعني الحمد لله شايف ان دي مع الفضل الله ما بقاش عندنا مشكله فيها، يعني الحمد لله. طيب كيف يفكر بقى فيما هو قادم؟ انا شايف انه ودي اكيده انه بشكل كبير جدا يا كابتن بيقسم المباريات اللي جايه كلها، بمعنى هو عارف يعني هو هيلعب فاركو مثلا، تمام، وبعد فاركو عنده ماتش تاني يوم الاثنين، هيفكر في ماتش يوم الاثنين ولا يخلص فاركو الاول؟ اكيد بيركز في فاركو، لكن في الاعتبار. أيوة. يعني في الاعتبار لكن دي الاهم. طبعا، لكن في الاعتبار بيركز، بيبص المباراه اللي بعدها. يمكن مثلا لو هتيجي مثلا في خط الظهر، المباراه اللي فاتت كان بيلعب رامي، صح كده؟ رامي وعبد المنعم، لا رامي او العكس، او رامي وياسر، واللي قبلها كان عبد المنعم وياسر، صح كده؟ اقصد فهو بيقسم توقيت الماتش اكيد، ده بالتنسيق طبعا مع باقي الجهاز وبالاخص مدرب الاحمال اللي موجود، لان هيبقى ليه دور كبير جدا. طبعا، لان هيبقى ليه دور كبير جدا في تقسيم الاحمال بينه وبين اللعيبه، لان كل 3 مباراه صعبه جدا. اوقات بتلاقي مثلا في نص الملعب مروان واكرم وامام، واوقات بتلاقي اكرم وامام وقفشه، يعني اقصد فدي هو ده اللي بنتكلم فيه، ان الروتيشن مهم جدا يا كابتن اسلام، وتاني وتالت ورابع. ويمكن انا حتى لما فكرت او لما خدت الخطوه ان انا ودي حاجه من الحاجات الكويسه بالنسبه لي، لما خدت خطوه ان انا اعمل معايشه مع مستر كولر، كان لسببين مهمين جدا. اولا الطريقه، اولا اللي بيلعب بيها اللي هي 4-3-3 دي كانت بالنسبه لي مختلفه، ان حمدي فتحي ساعتها كان حمدي فتحي واليو ديانج بيلعبوا، فدي كانت من الحاجات اللي كانت ملفته جدا، ازاي 4-3-3 بتأدى بالشكل الهجومي ده مع وجود كمان حمدي، مع ان حمدي كل الناس بتشوف ان هو عنده دفاعية، واحد دفاعية اكتر، لكن وديانج كان بيعملها رائع، كان بيعمله بشكل كويس جدا، فدي كانت من الاسباب. السبب الثاني الروتيشن اللي بيعمله بشكل كويس قوي، انه ازاي يقدر يجهز القايمه كلها، انه كل واحد يلعب في اي وقت، ما عندوش مشكله، انا النهارده ما بلعبش، بالمباراه اللي جايه بلعب، وبادي بنفس الطريقه وبادي بنفس الشكل، والنتيجه بتتحقق والهدف بيتحقق. وباخد في الاعتبار طبعا، عشان عارف ان كان الناس بتعلق، ان الروتيشن او التدوير في الاماكن في المراكز، يعني بشيل النهارده كابتن اسلام باك رايت وبلاعب اكرم باك رايت، دي ما عنديش مشكله فيها. كان بيجي اوقات الناس بتعترض على انه بيلعب ناس مش في مكانها، دي اكيد، لكن برضه اكيد بيبقى هو ليه وجهه نظر فيها. لكن الروتيشن الصحيح اللي بنتكلم فيه، ان انت النهارده عندك باكين رايت او عندك 3-4 مدافعين بتقسم المباراه بينهم بعض، دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه من الايجابيات. حتى الحمد لله حراسه المرمى ما بيبقاش عندنا مشكله فيها، مع رجوع الشناوي، مع الاداء المتميز جدا جدا اللي كان بيأدي بيه مصطفى شوبير، فالحمد لله حتى دي ما بيبقاش عندك مشكله فيها. المباريات القادمه، هل من الممكن ان احنا نرى في كل مباراة، بما انك بقى بتقول كل شوية هيعمل تدوير، هيعمل كل شوية روتيشن، هل هنلاقي مثلا
ماتش فاركو يلعب ب 11 وبعدين الماتش اللي بعده يوم الاثنين يلعب يغير 6 7 تانيين وبعدين الماتش اللي بعده يغير 6 هو بيعمل كده يعني ده الطبيعي ودي حاجه كويسه. الناس بتبقى قلقانه لما بيعمل كده خلي بالك. ما هو احنا بنتكلم ماشي قد يكون كويس بالنسبه لك لكن الناس بتبقى قلقانه. لا بالعكس في ضغط المباراه كابتن اسلام وحضرتك لعبت في ليفل عالي جدا سواء النادي الاهلي او المنتخب او لا ده مهم جدا. دي ميزه يا كابتن اسلام ميزه انك تقدر تحقق الهدف بتاعك وان عندك هم يعني اللعيبه لو سواء لعبت اسلام لعبت احمد صديق هي دي بقى هي بس بتفرق بقى كده. انت ازاي انت موصل لعيبتك كلها ايه مفيش اساسي واحتياطي وده نجاح لاي مدرب يا كابتن اسلام انك تقدر توصل ان كل اللعيبه اللي عندك مفيش اساسي واحتياطي وتقدر توصل لهم ان النهارده انا بلعب او فلان بيلعب الهدف واحد والنتيجه واحده هو ده النجاح يا كابتن اسلام. هو ده النجاح انك ما تعتمدش على خلينا نتكلم بوضوح اكتر كان عندنا مديرين فنيين يا كابتن اسلام كان كل مشكلتهم وكانوا بيحققوا نتائج كانوا بيحققوا نتائج ما انا بقول لك كان بيحققوا نتائج ولكن كان بيعتمد على ايه مش اكتر من 13 او 15 لعيب بس كان بيجي وقت الفرقه كانت بتقع صح ولا غلط لكن انت بتتكلم مع مستر كولر دي من النجاحات انه الحمد لله بقاله سنتين بينافس على كل البطولات بشكل كبير جدا يعني تقدر تقول تقريبا 90% من البطولات اللي او اكتر من 90% كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي في وجود مستر كولر اتحققت بشكل كبير جدا ده كله بسبب او ليه دور كبير جدا الروتيشن اللي بيعمله انه مجهز كل اللعيبه نفسيا وبدنيا وفنيا ان اي حد فيهم يلعب في اي وقت فده من النجاحات المهمه اللي موجوده في النادي الاهلي. التشكيل بقى من وجهه نظرك يلعب بمين المباراه القادمه؟ تشكيل اللي يلعب بيه المباراه القادمه هيبقى محمد هاني ورامي وعبد المنعم لان في راحه انا بقول كده بناء على في راحه لو كان لعبت الناس دي جاي كلهم جاي ماتشين كمان يعني ما انا بتكلم في كده فاقصد بناء على ان ماتش الزمالك ما تلعبش يعني صحيح فنقدر نقول محمد هاني رامي وعبد المنعم وكريم فؤاد مروان هنلعب من غير حارس مرمى؟ اما احنا لا ما بلاش ال مروان ما خلاص احنا بنقول دي الحمد لله مش عندنا مشكله لكن هيبقى اكيد الشناوي طبعا وهيبقى مروان في نص الملعب اتمنى قفشه وامام عاشور الاثنين انا اتمنى لان حتى لما لعبنا كده اديناه بشكل كويس قوي حتى قفشه يعني احرز هدف من الاهداف الجميله جدا في الدوري صحيح. وهو لعيب مهم جدا انا بحب وجوده انا بحب وجوده جدا في الملعب قفشه وامام حسين الشحات واقول رضا سليم وكهربا رضا سليم بس هو رضا الماتش اللي فات يعني انا لان بيرسي تقريبا مصاب يعني لا بيرسي مصاب فانا اقول قفشه وامام ونقول مش وسام ابو علي يعني مش عارف وسام هو وسام جاهز وسام لو جاهز برضه مفيش مشكله لكن انا اقول كرامه ممكن يكون اقرب شويه اقرب وبعدين ياخد واحده لان وسام لسه راجع من اصابه يعني برضه مش قصيره او فمحتاج اكيد انه يدخل مباراه واحده يعني بالظبط كده. الدوري العام السنه دي تحس ان هو دوري مختلف يعني شكله غريب هو ما فيش دوري بقى كل الفتره دي صعب جدا واحنا بنقول انه لازم يكون في دوري استثنائي يا كابتن اسلام لان مش صعب جدا جدا انك نقعد نبطل الكلمه دي طب يعني. هنعمل ايه يا كابتن اسلام كل سنه نطلع بنقول نفس الكلام والله طب هنعمل ايه مش ده الحل فعلا يا كابتن اسلام هل انت هتفضل في نفس الدايره دي انك تيجي في كل موسم تبقى محتاج الضغط ده والتاجيل ده وتخلص في شهر 8 ولا 9 وتبدا تاني فصعب جدا جدا وده اجهاد جامد جدا على اللعيبه وعلى الانديه كمان مش اللعيبه بس ما هي اللعيبه الانديه بتتحمل اصابات اللعيبه دي وبتتحمل كل المشاكل الفنيه اللي بتحصل فلازم دوري استثنائي ايا كان باتفاق بقى بين الانديه والرابطه واتحاد الكوره دوري من موسم واحد من دور واحد دوري من مجموعتين ايا كان الشكل وكل الناس تتقبل هذا لان احنا حتى بيحصل كده لان حتى يا كابتن دوري النخبه يا كابتن سامح المشكله الكبيره عندنا في ايه؟ ان حتى لما بنيجي بنتفق كانديه وكرابطه وكاتحاد كوره على مبدا وتيجي بيجي في النص انديه بتختلف ويعني مش عايز اقول بتغير كلامها او لكن بيحصل مشكله يعني انت جاي لك جدول من شهر اثنين وموافق عليه تيجي فجاه قبل المباراه ب 24 ساعه تقول طب خلاص ما انت عندك ده وموافق على المبدا ده وعارف ان الظروف مش ماشيه بشكلها الطبيعي كدوري ومتقبل ده فانك تيجي في النص تطلع فلا يبقى لازم دوري استثنائي عشان نحل كل المشكله دي والكلام ده احنا ناس كتيره مش هقول انا بس كل الناس بتطالب بيه بقالنا اكتر من 3 4 سنين انت بقالك 5 سنين او 6 مواسم مع كابتن اسلام في نفس الضغطه ونفس المشاكل ونفس الدوري هيخلص امتى والدوري هيبدا امتى فده صعب جدا فالافضل ان كل الناس تتفق ان لازم يكون في دوري استثنائي من دور واحد او من مجموعتين زي ما اتفق. مين الفرقه اللي شايفها الحصان الاسود في الدوري السنه دي؟ ما كنتش متوقع ان هذا الاداء ويعملوا هذا الاداء او يعني حتى النتائج ما هو بص يا كابتن في فرق كنت اقدر اقول عليها كده لكن الاداء مؤخرا بدا يبقى وحش يعني زي نادي زد
يعني كان ماشي بشكل كويس قوي قوي لحد فترات طويله. بس السد برضه خلي بالك قعد فتره طويله ماشي كويس. ما انا بتكلم يعني كده ما انا بتكلم كده انه كان ماشي كويس قوي 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 كان واصل لنقطه كويسه قوي، لكن مؤخرا بدا الاداء لو هتسالني انا بقى بشكل وما تستغربش اللي انا هقوله ده، يعني انا شايف ان بيراميدز ليه مفاجاه مفاجاه انه يفضل في الاستمراريه دي بتاعه الفوز. فرقه كبيره جدا ونادي عنده كل الامكانيات للمنافسه على كل البطولات وعنده لعيبه على اعلى مستوى، لكن الاستمراريه في الفوز هي دي موجود. هي دي اللي انا شايفها ان الحصان الاسود السنه دي مش نادي بيراميدز، بتكلم على الاداء او على النتائج او الطفره اللي حاصله في الاستمراريه بتاعه الفوز. مين تاني او متوقع مين اللي ينزل السنه دي من وجهه نظرك؟ سؤال صعب، لكن هقول لك الناس تقول لك يعني في فرقتين او ومش عايزين برضو نقول يعني عشان الناس ما يعني لا يعني بتتكلم هنا عن مقاولين عنده يعني مشكله يعني كبيره جدا، في فرقه عندها مشاكل ما حدش نزل طبعا، لكن في فرقه عندها مشاكل كبيره جدا. انا شايف المقاولين والداخليه، الداخليه بلديه، المقاولين داخليه بلديه يعني اقرب، لكن كل طالما لا طبعا كره القدم فيها كل شيء. البلديه السنه الاسبوع اللي فات ما هي عامله مفاجاه كبيره جدا بالفوز على زد، وده اللي بتكلم فيه الداخليه. المقاولين الاسبوع اللي قبل كسبان الجيش، كسبان الجيش الجيش تقريبا يعني برضه في ثانيه ممكن كل حاجه بتتغير. عشان كده بقول لك البلديه عامل موسم رائع مع احمد عبد الرؤوف، ولكن تم اعتقالته طبعا بسبب 5-0 برضه من البنك. نتيجه تقيله جدا لكن انا شايف ان رؤوف لكن في فاركو قريب، في بنك اهلي قريب، في فرق كتير جدا، اسماعيلي قريب، يعني جونه، بس جونه تقريبا جونه ماشي كويس برضه، يعني بيقدر يكسب ماتشين 3-4 فبيفرق كبير بشكل كبير جدا. لكن في 3-4 فرق طول قريبين شويه، الداخليه، مقاولين، البلديه، دول الاقرب شويه، لكن كره فيها وارد فيها كل شيء، كل شيء في الكره ممكن. السنه دي برضو الاتحاد المصري، سموحه، اللي هي فرق المنتصف دائما يعني شايف ادائهم كان ممكن يبقى افضل من كده، كان ممكن يبقى انت شايفه كويس من وجهه نظرك؟ يمكن الاتحاد كان ماشي بشكل كويس برضو في بدايه الموسم مع كابتن طارق العشري، لكن برضو النتائج مؤخرا بدات ما تبقاش احسن حاجه. يعني ما انا بتكلم في كده، لكن ما هو بص هي الفكره يا كابتن سامي في الاستمراريه، ازاي تقدر تحافظ على المكسب سهل، لكن انك تحافظ عليه وده اللي صعب. تكسب مباراه واثنين وثلاثه وارد جدا في الكوره، لكن الاهم من ده كله ان انا احافظ على ده واحافظ على المركز اللي انا فيه. يمكن حتى النادي المصري بيبقى قريب شويه وتلاقيه برضو فجاه بيخسر مباراه يعني غريبه. يعني دي برضو من الحاجات الغريبه جدا للنادي المصري، لكن انه قريب من المربع الذهبي ده برضو حاجه تحسب للكابتن علي ماهر والجهاز اللي معاه. زي ما قلنا برضو نادي زد انا شايف انه ماشي ماشي بشكل كويس قوي، لكن بقصد انه كان ماشي كويس قوي في حته تانية يعني ده قعد فتره مع المؤجلات طبعا اللي موجوده، اول صحيح. دوري تاني دوري، لكن برضو لما تيجي كاول موسم في الدوري الممتاز كده والشغل طبعا انا شايف برضو ان دي نتائج ايجابيه كبيره جدا للجهاز الفني واللاعبين في نادي زد، ان مجدي من الناس اللي مكمله من ودي حاجه محترمه جدا، وحاجه كان احمد عبد الرؤوف كده برضو مع ودي حاجه طبعا ان هو صعد بالفرقه ومكمل معاها ونعمل النتائج الايجابيه دي. نادي زد انا شايف برضو من تقدر تقول من الحصان الاسود في الدوري الممتاز نادي زد طبعا. بيراميدز على فكره طبعا. تفكير برضو لانه من الفرق المنافسه للنادي الاهلي. ما انا عشان كده بقول لك انت بتسالني، انا هقول لك انه نادي بيراميدز كاستمراريه في النتائج الايجابيه، انا يعني بالتالي من وقت وجود نادي بيراميدز في الدوري الممتاز ما قدرش يحقق سلسله انا بقى عندي مشكله في الفرق اللي هي ايه، دايما بتبقى في منتصف الجدول، بحس ان هم بيكسلوا شويه في الماتشات اللي زي دي ال10 اللي هو 7-8 ماتشات الاخيره. بيحصل بشكل كبير، بتلاقي كسل كسل يعني مش كسل، هو يقول لك انا خلاص ولا انا هنزل ولا انا بنافس، ودي بتحصل يعني. هي دي طبعا دي حاجه يعني مش كويسه طبعا دي حاجه مش كويسه خالص، لكن بتحصل، او على الاقل مفيش الحافز للمنافسه. لكن انت كده بالتفكير ده برضه انت بتاثر على نتائج فرقه ثانيه بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. طبعا انت بتاثر على نتائج فرق اللي بتنافس على البطوله والفرق اللي بتنافس على الهبوط او بتتصارع على طبعا البقاء، يعني ما حدش بيعمل كده بقاء. لا طبعا لا طبعا انا بقول لحضراتكم لانه الواحد لعب في مثل هذه، فالحاجات دي اللي في النص دي بتبقى دايما ايه طبعا الفرق اللي في النص دي بيبقى عندها دايما طبعا، وده اللي بيحصل فعلا. قله حوافز مثلا مش عارف يعني بس بتحصل يعني الامانه بتحصل، لكن ما هتلوم يعني دي بتبقى بترجع بقى للجهاز الفني، ازاي انا اوصل اللعيبه اللي عندي، لا ان انا حتى لو في نص الجدول مهم ان انا احقق النتائج الايجابيه باستمرار، مهم ان انا احسن من مركزي في الجدول. فدي برضو عندنا مشكله كبيره جدا الفتره القادمه، او مش مشكله، خليني الاول اتكلم عن المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي اللي هو
عنده استعدادات مهمه جدا لاولمبياد باريس 2024، وفي نفس الوقت الانباء اللي طالعه تتكلم عن اثنين او ثلاث لاعبين من النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي في مثل هذه الظروف هتبقى مشكله كبيره. طبعا مشكله كبيره جدا، يعني طبعا استعدادات مهمه للمنتخب الاولمبي في نفس الوقت. طبعا يعني برضو في الاول والاخر ده منتخب البلد وبينافس في بطوله مهمه جدا، او ولكن انت من سنتين حصل نفس القصه دي لو فاكر بالظبط. تحس ان كوبي وبيست، لكن طبعا النادي الاهلي لو حصل كده هيقابله برضو مشكله كبيره جدا، لو فعلا زي ما الكلام اللي بيتقال انه هيبقى في اثنين لعيبه او من النادي الاهلي، فدي برضه هتاثر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا في ظل الضغوط المباريات اللي موجوده. لكن دي اكيد هتبقى بالتنسيق، لكن انا شايف برضه المنتخب مهم جدا، ومهم انه طبعا نقدر نعمل حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. لكن دي محتاجه تنسيق بشكل كبير يا كابتن اسلام. يعني ما نشوف السنه او الموسم الشهر ونص اللي جايين دول، شهر ونص صعبين جدا جدا على النادي الاهلي وعلى المنتخب الاولمبي وعلى المنتخب الاول، على كل الرياضه المصريه، لانه حتى بعد ان شاء الله الاولمبياد هيبقى في من المفترض ان يكون هناك انتخابات جديده لاتحاد كره القدم المصري وامور جديده في مثل هذه الامور، وبالتالي احنا ننتظر ماذا سيحدث خلال المرحله القادمه. هي مرحله صعبه ولكن ان شاء الله تعدي على خير. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا، بتشرف دائما بوجودك معايا. حبيبي يا كابتن، انا سعيد بوجودي معاك وموفق دايما ما شاء الله. يعني ربنا يخليك يا حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل الاساتذه الكبار الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير.